فارس أصيل وجندي باسل، هو للمأسورين محرر ومعتق، وللفقراء والمساكين عاضد وناصر، للمرضى طبيب وشاف، وعن المؤمنين مكافح ومحارب. هو اللابث الظفر والعظيم في القديسين جورجيوس. تعمدت كابادوكيا في تركيا في أوساط النصف الثاني من القرن الثالث ميلادي، عندما ولد فيها القديس جورجيوس، ومعنى اسمه الحارث أي من فلح وحرث في كرم الله. والده الأمير أناستازيوس حاكم مالاطيا، ووالدته هي ثيوبيستي ابنة ديونيسيوس حاكم اللد في فلسطين. وقد أحسن هذان النبيلان في تربية جورجيوس تربية مسيحية قوامها الآداب والاستقامة إلى جانب العلوم الكنسية واللاهوتية إضافة إلى اليونانية. اشتهر جورجيوس بالفروسية حتى ذاع صيته في أرجاء البلاد، ووصل إلى مسامع الإمبراطور الذي أعطاه في سن 17 لقب أمير، وجعل 1000 جندي تحت إمرته. وكانت انتصاراته كقائد وحاكم لبلاد عدة وراء لقب اللابس الظفر. كل هذا المجد الذي ظلل جورجيوس الجندي لم يحل دون وقوفه ببسالة أمام الإمبراطور ديوكليتيانوس الذي اضطهد المسيحيين بهدف إعادتهم إلى الوثنية، مجاهرا بإيمانه، رافضا كل المغريات التي عرضها عليه، متحملا عذابات جمة من جلد وإذلال وتهكم وتشويه للجسد. ولكثرة العجائب التي اجترحها باسم المسيح الذي أوصاه ألا يخاف إذ هو بجانبه، استحصل حبا واحتراما وتقديسا من كل من حوله. فحاول الإمبراطور إذلاله أمام الشعب طالبا منه السجود للأصنام، فجاراه القديس متحديا وكلم الأصنام سائلا إياها إن كانت الإله المعبود، فأجابت بأن لا إله سوى إله جورجيوس، أما هي فملائكة ساقطة تحولت إلى شياطين. من بعدها أخذت الأصنام تتهاوى واحدة تلو الأخرى، فما كان من الإمبراطور إلا أن أمر بقطع رأسه في 23 نيسان حوالي عام 303 ميلادي. بعد سنوات طوال على وفاته أقام له الإمبراطور قسطنطين الكبير كنيسة على اسمه، وصفها القديس يوحنا الكريتي بالعظيمة جدا، حيث يمكن للمرء أن يرى ضريحه تحت المائدة المغطاة بالمرمر الأبيض. وأثبتت الدراسات فيما بعد أنه تم توزيع رفاته على أديار وكنائس حول العالم في الشرق والغرب كاليونان، فلسطين، قبرص، مصر، العراق ولبنان. أفرادا، شعوبا، كنائس ودول اتخذت من القديس جورجيوس شفيعا لها، أبرزها جورجيا التي جعلته شعارا على علم بلادها. ومنهم من نقش أيقونته على العمولات والميداليات. بنيت على اسمه كنائس وكاتدرائيات عظيمة في كل أنحاء المعمورة. له أيضا في الفنون والرسم والكتابات حصة الأسد، فمنهم من يصوره على حدا باللباس العسكري، ومنهم من كتبه في أيقونة هي الأبرز له، ممتطيا حصانه الأبيض، طاعنا التنين الذي يمثل الشرير المحارب للمسيحية، ومحاميا عن ابنة الملك التي هدأ روعها والتي تعبر عن الكنيسة. ناهيك عن التماثيل التي تشغل الكاتدرائيات والساحات والمزارات والمتاحف. أما نحن المؤمنون اليوم فلا يسعنا إلا أن نطلب شفاعته قائلين: لقد جمعت لنفسك أغمار الفضائل يا جورجيوس، لأنك زرعت بالدموع فحصدت بالفرح، وجاهدت بالدم فأحرزت المسيح، فأنت أيها القديس تمنح بشفاعتك غفران الزلات.